ديال الحوار الاجتماعي، واللي نعتقد اليوم نؤسسوا مرحلة جديدة أولا في تاريخ الحوار بين الأطراف الثلاث، الحكومة وأرباب العمل والنقابات. وأعتقد بأن هذه بداية من أجل الاهتمام الحقيقي بالشؤون ديال الطبقة الشغيلة المغربية. هذا الميثاق اللي غادي يلزم الجميع، واللي غادي تكون فيه أشياء مهمة جدا للطبقة الشغيلة المغربية. وقعنا كذلك على اتفاق جماعي حول القطاع العام والقطاع الخاص، وأعتقد بأنه من بين الأشياء الأساسية في القطاع العام إضافة إلى حل بعض الإشكالات القطاعية فيما يخص بعض فئات الموظفين، هو التعهد ديال الحكومة على أنه في سبتمبر غادي يتم العمل على رفع الأجور بصفة عامة في القطاع العام. استطعنا كذلك بأن نرفع من الأجور في القطاع الخاص من 5% في الحد أدنى للأجر هذه السنة و 5% في السنة القادمة. كذلك استطعنا بفضل هذا التفاهم بين الجميع على أننا نوصل كذلك إلى حل بعض الإشكالات العالقة خاصة في التقاعد ديال القطاع الخاص، واللي كانت كثير العديد من الإشكالات. أعتقد بأنه اليوم كان بنو مرحلة جديدة في التعامل فيما بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل. هدفها الأساسي هو كرامة الأجير، ولكن كذلك هدفها هو التنمية الاقتصادية الاجتماعية للمملكة المغربية والسلم الاجتماعي اللي كنطمحوا له الجميع.